هاي اجين، معاكم شيماء منير وهنكمل مع بعض ماكبلن فور برايمري 2 يونت 3. ليتس ستارت. اور سبورتس كلوب، النادي الرياضي بتاعنا احنا، اور الخاص بينا. اوكي. ووتر سلايد، كاراتي، رانينج تراك، فوتبول بيتش، تنس كورت، هلمت. Okay, let's move to another part. Okay, we have here the difference between long form and short form. طيب long form هي الطريقة المطولة في الكتابة، وبتختلف في الكتابة وفي النطق، الاتنين مش نطق واحد أبدا. يعني لما أشوف I am مش هي لما أقول I am، شايفين النطق مختلف تماما. أو برضو لما أقول he is أو has، she is she's، it is it's، is not isn't، you are your. الاتنين اختلاف النطق ما بينهم كبير جدا، غير باختلاف الكتابة. تمام، ده الفرق ما بين long form و short form في الكتابة وفي النطق، في اختلاف كبير جدا منهم. اوكي. طيب هنا اليونت برضو بيتكلم على simple present tense، وهو المضارع البسيط. ناخد بالنا بس من المضارع البسيط، هو بسيط في استخداماته. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنقول ان كل subject he she it I he وشي وit sorry بيجي معاهم الverb في الاس، بينتهي اما باس es or ies طبعا، والثلاثة دول كل واحدة فيهم ليهم استخدام. ده بس مع الهي والشي والات. اوكي. طيب امتى بحط الاس؟ ناخد بالنا، انا بحط الاس لما يكون الفيرب، بينتهي باي. لما يكون الفيرب بينتهي باي بحط له اس. they a they write، يكتب، بينتهي باي بحط له اس تبقى writes. اوكي. طب امتى بحط الاي اس؟ قالك لما يكون الفيرب ينتهي باكتر من حاجه، يا اما سي اتش اس اتش او اكس اس اس، في الحاله دي بنضيف اي اس. زي ايه؟ زي wash، يغسلها تبقى washes، watch، يشاهد تبقى watches، and etc وهكذا. طب امتى بحط الاي اي اس؟ الاي اي اس بحطها لما يكون الفيرب بينتهي بواي، بس لازم يكون قبل الواي حرف ساكن عشان اقدر اشيل الواي واحط الاي اي اس. زي ايه؟ زي try، يحاول. الار هنا دي حرف ساكن، فهنا في الحالات دي بشيل الواي واحط اي اي اس. اوكي. ودي امثلة كمان عليه. طب نيجي كده لكلمة play، يلعب. هنا مينفعش اشيل الواي، ليه؟ عشان قبلها حرف vowel وهو الاي، في الحالة دي بتنزل play زي ما هي، بس بحط لها في الاخر s تبقى plays. اوكي. ده الفرق ما بين الحرف الواي ما يكون قبليه ساكن او قبليه متحرك. قبليه ساكن بشيل الواي واحط ies، متحرك بخليه الواي زي ما هي واحط s at the end of the verb. اوكي. طيب انا عايز اعرف بقى دلوقتي، اعرف منين ال present simple tense ده، يعني من الجملة اعرفه ازاي؟ قالك لو جالك always never often usually rarely sometimes every and seldoms، دول لو جولي في الجملة اعرف اعطون ده simple present tense، زمن المضارع البسيط. طب يا مش شيماء، من بعد باقي السبجكت، انت قلت ما الهي والشي والايد بس، طب ما باقي السبجكت الذي والوي واليو والاي. قال لك الفيرب بينزل في الانفينيتيف في المصدر without any additions، من غير اي اضافات. بسأل في الزمن ده يا اما بدو اور داز، بسأل يا اما بدو اور داز، وفي الحالتين الفيرب بينزل مع الاثنين، سواء دو اور داز الفيرب بينزل في الانفينيتيف. فور اكزامبل ممكن اقول ايه؟ does احمد study his lessons النهاردة مثلا، ذاكر، does he study، or مثلا اقول لك ايه، do you play football، فهنا جاية play or study نازلة في الانفينيتيف فورم في المصدر. اوكي. ده ببساطة جدا شرح يونت 3 for primary 2 Macmillan. يارب كنت قدرت اوصل عنه بشكل مبسط وسهل ليكوا. don't forget to like and share my video. thanks so much and see you soon. bye.